وصلنا لمساحة كتير حلوة خاصة بالمرأة، المرأة السورية اللي حجزت مكان مميز بالنسبة لهوايتها وموهبتها بالحياكة والأشغال اليدوية والتطريز وغيرها من الفنون، وأكيد طورت السيدة السورية نفسها وبدأت بالعمل بالعديد من الحرف وحجزت مكانها بسوق العمل. اليوم معنا سيدة سورية تعاملت بشكل كتير حلو وجمالي مع الخيش، قدمته بالعديد من الأشكال والعديد من الأفكار اللي ممكن تستفيدوا منها، لكن بشكل كتير حلو مثل ما عم نشوف يعني قدامنا. معنا ميسونة يازجي، صباحك. صباح النور. صباحك وأهلا. صباحكم ألف. أهلا وسهلا. يسعد صباحك مدام ميسونة. عم نشوف شغلات كتير حلوة هيك من الصبح وروايح طيبة. يعني دائما الشغل الإيد يعني ما بيضاهي اي شغل لا يعلى عليه. تماما. حتى زينب بس تشتري شغله شغل ايد بتبين مميزه بيسالوكي منين هي، لانه ما انا يعني متداوله، ما انا مطروحه بالسوق. مزبوط. مثل ما بيقولوا بالعاميه. خلينا نحكي هيك عن بدايه شغلك بالهاند ميد. الك مرأة بتحبي اعاده التدوير؟ هلا هي بالبدايه هو في حدا يعني مو اي حدا بيقدر يعمل شيء بايده، هي في شيء من الموهبه او هيك عشق من شغلات صغيره بيقدر يعمل شيء يشكل شيء. هلا بالبدايه في عالم بتتوسع بهذا الشغف اللي عندها، يا بتحاول يكون فيه شوي اكاديمي، بتتعلم تعمل دورات، في عالم بالفطره ممكن تنتج. هلا انا بالنسبه لي بحب الخيش كثير. واضح كثير. اولا لانه ماده طبيعيه بيور، ممكن تشكليها بتعذب شوي بالشغل بس بتعطيكي شكل غريب ومثل ما قلتي متميز، يعني شغله ما في منها بالسوق. حتى انا بس بحاول كمان انه اي شيء بعمله بعمل منه قطعه يا قطعتين لحتى ما يكون يعني اللي بياخذ من عندي القطعه تضل فعلا القطعه متميزه. نعم. او حتى كادو بهديها لحدا كمان تكون لها طابع هيك شخصي معين. حلو. اكيد هلا بلشت سالي تصفي الصابون مع المناشف. يعني عم نشوف قطع كثير حلوه اللي ماسكتها سالي اللي قلتي تبع الشاور بوكس تبع الحمامات. ايضا عم نشوف الجزادين اللي هلا الصناعه السوريه كثير عم بيحبوها الصبايا. خبرينا عن القطع، كيف عم تشتغليهم، كيف عم تطلع على الافكار؟ هلا نحكي عن كل قطعه اذا بدك. هلا الحقيقه بالنسبه للجزادين هدول اكثر شيء انا بتجي على بالي القصه بالصيف. هن صيفيات شوي، بتحملهم صبيه على السوق، على الجامعه، على البيسين، على البحر، على المسبح اذا رايحه بيكنيك، يعني رحله صغيره. بنحاول ننوع بنوع القماش، ممكن يكون كتان مع خيش مع شويه اكسسوار. يعني انت حاطه دانتيل، حاطه خيش، وحاطه كتان. خيش ودانتيل ومع القماش كتان وهدول خيش، هدول ماكنين. وهذا طبعا هذا خصوصي بينعمل للشناتي حتى حلو. يعني هو هذا يعني جاهز بيجي لهذا. هلا بالنسبه لهي هي فكرتها غريبه، هي 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 بساط، هو بساط. فانا من هذا البساط قدرت اعمل قطعه لصبيه حلوه ممكن تحملها على الجامعه، ممكن تاخذها كمان حلو مع الجينز، مع الجينز كثير بتخدمها وعمليه ومتينه، يعني بتقضي لها كثير شغل، بتنغسل وبتنغسل. هلا في هيدا الخيش الاحمر كمان، في خيش ملون، في الاحمر، في الزيتي، في الكحلي. هيدا عشاق اللون الاحمر. كيف بتلوني انت الخيش؟ لا هيدا بنجيبه نحن ملون خام، هو خام مصبوغ، نحن بنعمل عليه شويه ديزاينات بيطلع غريب. كمان الصبيه بالصيف بتحب تنوع وتشكل، بيطلع لبسها على الموضه اكثر، اليجانت اكثر، يعني بيبقى فيه الوان وهيك شغلات. هلا بالنسبه للبوكس اللي نحن بنعمله، هيدا بنعمل بوكسات. انا بعمل خصوصي هي بنعملها هدول. هلا هيدا خيط كليم، هذا ممكن تستخدمه الصبيه لا هذا بنحط بالقطن للميك اب للاكسسوارز. تماما. ممكن تحطهم على طاولتها، بنعمل منه كمان موديلات وسايزات مختلفه. حلو. ممكن تستخدمها حتى بدروجتها يعني. نعم. سالي البوكسات مثل ما قلت لك نحن ايوه بنعمل تنسيق. هيدا صابون جليسرين كمان هاند ميد، بنحاول نعمل بوكس
الباثروم بوكسز اللي بنحط بقلبهم منشفه، كمان نحن بنعمل لها سبيشال ديزاين، تصميم خاص مع الثوابين الجلسرين كمان طبيعيه، مع بادي لوشن، مع ليفه، كمان بنجيب الليف الطبيعي اللي حلو كثير حلو. يعني ميسون هذا الشغل خلينا نقول غير انه حلو ايضا مميز وله عالمه، يعني اي حكدو هلا عم يركضوا علي العالم عم يشوفوها مميزه بياخذوها فورا. يعني مرق علينا اعياد كثير ومناسبات الكريسماس اكيد وراس السنه، وهلا نحن مقبلين على عيد الكبير، فكل هدول الشغلات هيك دائما بنشتريها هيك من اماكن بيكون متخصصة على طلبة على الزبونة او الزبون. خلينا نحكي عن المناسبات، عن اختيار الشغلات هيك. هلا نحن دائما بشكل عام بنشتغل بهي افكار بتخطر على المخيله اللي بينتج بايده، فبنعمل بشكل عام، بس دائما المناسبات بتكون منبع خصب لانك انت تتراود الافكار على راسك. هلا نحن مثلا عندنا كان مناسبه الفالنتاين قريبه، فعملنا المناشف الحمر مع الصابون اللي هو خصوصي لعيد الحب، عملنا لون ديزاين بسيط او عملناه حطيناه ضمن بوكس تقدم هديه. هلا ممكن بعيد الام كمان بنشتغل هيك شغلات، بالاعياد الميلاد وراس السنه بنشتغل الطابات زينه الشجره من الخيش، كلها كمان بنعمل لها تزيين معين. بنشتغل مدات طاولات خصوصي اغطيه طاولات او رنرات اللي معك انت كمان. هلا مثلا هذا بشكل عام هو هذا لطاوله التلفزيون. حلو. هلا ممكن ينحط على طاوله عريضه بالنص، ممكن ينحط على طاوله الصفراء اذا منها كثير كبيره كرنر. يعني ممكن نعمل هيدا طقم بيغطي طاولات غرفة القعدة، بيكون معه قطعتين تانية. في عندك تلك اللون تاني الخيش هلا هيدا فينا ناخذه. ايوه هذا اللون الخيش اللي بيبقى الابيض كمان، هذا كثير حلو، هيدا بنشتغل منه كثير بالعياد لانه بنطرز عليه. ممكن نحط عليه صيصان هلا. ايوه هلا على الفصح بينعمل عليه ديزاينات خصوصي للفصح، وبعيد الميلاد بيكون في عليه كمان الشغل عليه بيطلع احلى من الخيش الغامق. بيوضح بالمناسبة الأعياد بيطلع عليه أحلى. نعم. فهذا القطعة بتكون مميزة ما في منها بالسوق. ومثل ما قلت لك نحن ما بنعمل كذا، لأنه أنت وقت عم تشتغلي شغل يدوي فأنت مانك معمل عم بتزتي كمية أو مكنة، فأنت عم بتزتي طقم ورا طقم ورا طقم، فكل طقم بتعطيه لمسة مميزة عن الطقم الثاني. بهالطريقة حتى اللي بتاخد القطعة هدية بتكون هدت كل شخص قطعة مميزة وفريدة ما بيلاقي عند وين من كان بيلاقي منها. نعم. لهيك الشغل اليدوي مميز أكثر من الصناعة يعني. أكيد، وفيها هي اللمسة اللي بتطبع شخصية كل حدا عم يشتغل طبعا. هي القطعة يعني يا ميسون كتير انبسطنا بالقطعة اللي جبتيها، وانبسطنا فيك كمثال للمرأة السورية اللي ممكن ما وقفت عند حد معين، بالعكس عم تبدع وعم تحب شغلة لتعطي من قلبها قطعة مميزة، وخاصة مثل ما قلنا بمادة خام مثل الخيش عم تصنعي منها أشياء مفيدة جدا وجمالية لكل ست بيت كمان في تابعك يا ميسون. شكرا لوجودك معنا. ميرسي لكم، شكرا كثير لكم، شكرا لاستضافتكم.